السلام عليكم البنات، اليوم غنديرو هاد لابيش اولا لو بيسكوي غولي وشوكولا، كيجي زوين بزاف. فيه اون كاناش شوكولا وفيه ان كروكون ديال الفيريرو من الداخل، كتجي زوينه بزاف. بقاو معايا تشوفوا لا فيديو. بسم الله البنات، ندوزو الوصفه. نقول لكم المقادير دابا باش ما ننسى حتى شي غرام، ومن بعد غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. المهم عندنا 6 البيضات، عندنا السنيده، عندنا الدقيق فيه شويه ديال الخميره ديال الحلوه تقريبا 5 غرام، عندنا هنا خليط ديال الزيت والماء. من بعد غنقول لكم علاش درت هذا الخليط ديال الزيت والماء. عندنا الفانيلا، اي حاجه فيها البيض بزاف البنات كثروا فيها الفانيلا، حقاش الفاني كتعطي واحد لوغو زوين، سواء هذه ليكيد سواء بودغ اللي عندكم. هادي بالنسبه لا جينواز، دونك هادو مقادير ديال لا جينواز. بالنسبه لا كان عندنا ان سيغو بيضه، هذا ان سيغو عادي بالماء والسكر، وزدت فيه انا الفاني حتى طاب، طيبو 10 دقائق وزيدوا فيه شويه الفاني حتى تطفي والعافيه. هنا عندنا شوكولا نوار دو كوفرتور، هذا دو بون كاليتي. عندنا لا كريم، غادي نحتاجو كريم ديال الحلوه، يعني كريم اللي كطلع، وغادي نحتاجو اون كريم ديال الطياب. سينو الا كان عندكم شي كريمه ديال يعني اللي كطلع زوينه، راه تقدروا تسخنوها شويه بوغ لا غاناش، ماشي مشكل. المهم انا غندير 200 غرام ديال الكريمه ديال الطبخ و 200 غرام ديال الكريمه العاديه ديال الحلوه. وعندنا الشوكولا ديالنا 220 غرام حتى 240 غرام، ماشي مشكل. دونك على بركه الله نبداو الوصفه. اول حاجه هي لا جينواز. دونك اول حاجه غادي نديرو البنات، غادي انسيغيو لو فوي ديالنا اولا الباتور. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على الخدمه ديال لي جينواز، راه باينه كتاخذوا الباتور كتفرقوا الصفر على البيض وكتخدموا كل حاجه بوحدها. حنا لا، هنا في ثرموميكس كنخدموا كل شيء في دقه واحده. دونك غادي نديرو 6 ديال البيضات، وغادي نديرو معاهم سكر. نحيدو هادشي حيت راه بالعبار. غادي نديرو معاهم ليكستري دو فاني، وغادي نخدموهم 6 مينوت. ا 37 دوغري لا فيتاس 3 أولا لا فيتاس 4، يعني ماشي مشكل حتى لا فيتاس 4 ماشي مشكل. دونك هنا البنات هي قربت سالي لا مينوتري ديالنا. هنا كنحيدو الفوي، حقاش صافي داك البيض بياض مع السكر والفاني. كنزيدو الدقيق ديالنا دقه واحده، بيان سور راه الثرموميكس ما كيحتاجش يتغربل معاه لحقاش هو تيخدم لي غريمو يعني كما ينبغي. هنا كنديرو 4 مينوت وكنديرو لا فيتاس 3. اكوالا البنات، هاي لا جينواز ديالنا واجده ولا لو غولي. كيف قلت لكم بالنسبه للبنات اللي غيخدموها بلا ثرموميكس، فغادي يحاولوا انهم يخدموا البلون دوف بوحدو ولو جون بوحدو مع السكر، يقسموا كميه السكر على يعني عندنا 150 غرام ديال السكر، غادي يديروا النص مع الموغانغ يعني مع لي بلون لي بلون دوف، والنص مع الصفر، يخدموا كل حاجه بوحدها. عادي يزيدوا الطحين بلا بهكا افيك اون سباتول،
تيرموميكس راه الطريقه راه واضحه. صافي البنات كنحطوا لا جينواز ديالنا هاد المول. هذا عندي فيه 36 على 36 بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروها في ان مول اولا يديروها غير في سميتو غير بابي كويسون ديروها في الفران على 180 درجه. فانا غادي نطيبها في هاد المول هذا. كيعجبني نطيب في هاد السيليكون سورتو بور لي جينواز كيجيو قياس واحد وما كتحتاجيش تبقاي تخدمي يعني بلا سباتيل تقادي هو تعطيك لا فورم يعني كاع الحاجه اللي تسهل علينا الخدمه نديروها ماشي مشكل. انا زيد واحد شويه باقي هنا صافي. شتي البنات واخا ما غربلناش الدقيق ما كاين ني غريمون ني ريان دو تو وتنخلطو دائما في لا فيتاس 3 ما كنفوتوهاش. صافي البنات كنكمل انايا هادي نديرها في الفران طيب. الفران راني مسخنه على 180 درجه كنديروها 12 حتى 15 دقيقه ماكسيمو ونطلقاو. ندوز البنات لا غاناش اولا لا كريم فويتي على غاناش وشوكولا. غادي نديرو شوكولا نواغ. هاد البنات تنفضل هاد شوكولا نواغ هذا في لي بيش لحقاش كيقبض. شوكولا اولي تيبقى شويه يطيح مي شوكولا نواغ تيجي قابط لحقاش فيه البوغ دو كاكاو كثير. دونك غادي اول حاجه عندي هنا الشوكولا ديالي غادي ندير ليه 15 سكوند باش نطحنو باش يجيني ساهل الا بغيت ندوبو. غادي ندير ليه 15 سكوند لا فيتاس 8 باش ما تسمعوش الصداع. غادي فوالا نشوفو الشوكولا ديالنا ها هو. شفتو البنات كيفاش كيرجع كيرجع بحال اون بودغ فغيمون اون بودغ. وتقدروا تحكموا في الشوكولا في الكاليبر ديالو يعني بغيتوه بحال هكا مطحون مزيان بغيتوه قل غتنقصوا في لا فيتاس وفي لي سكوند. ندير الميزان باش نعبر لا كريم ديالي ندير 200 غرام هذا كريم كويسون البنات. تكون اون بون كريم باش تجيكم زوينه لا غوسيت. زدت 20 غرام ماشي مشكل. دونك هنا غادي ندوب الشوكولا ديالي غادي ندير ليه باش يدوب غندير ليه 2 مينوت ولا 2 مينوت 5 2 مينوت 15 كافيه. فوالا درت 2 مينوت 15 ولا 2 مينوت 10 غادي ندير هنايا 50 دوغري ما نفوتهاش سي لا بون تمبيراتور باش ندوبو الشوكولا. كاين اللي كيدوبو في 60 هذا مي 50 دوغري مزيان. وهنا غادي نديرو لا فيتاس 3 باش يدور شي شويه صافي ونخليوه يدوب. نشوفو لا غاناش فوالا. شفتو لا غاناش البنات كيفاش كتجي كتجي غزاله. دونك هنا غادي اون فوالا ريزيرفي هنا علاش انا درت هاد ان كغون ريسيبيون باش ما نقويش عليا لي بول حيت ديجا حيت عندي هاد لا غاناش وعاد غادي نطلع لا كريم فويتي يعني غادي نحتاج نخلطهم. دونك من ديبار غادي نديرهم هكا باش يجي ساهل باش تجيني ساهله الا بغيت نعم. فوالا هاهي لا غاناش ديالنا نغطيها. نغطيها هكا من الفوق وندوز نطلع لا كريم فويتي. فوالا البنات لا جينواز ديالنا هي هادي باقا سخونة شفتو. غنخليوها تبرد شي شوية في المول واحد 10 دقايق عاد باش نديموليوها صافي. بعدا هو الطياب ديالها كتجي غير مذهبة شي شوية ماشي ديك الحمورية بزاف. فوالا نخليوها تبرد شي شوية.
هنا البنات عندي بابي كويسون، درت عليه شويه ديال السكر كلاصي وغادي نقلب عليه لا جينواز باش نحاولوا نحلوها شويه. كنمشيو معاها خليوها تبرد البنات، ما ديروش بحالي انا راني زربت عليها. من الاحسن انها يعني تحل وهي بارده. بالنسبه لهاد لي زيكستريميتي واخا تي تهرسوا بحال هكا ماشي مشكل، لحقاش غيتقطعوا في التالي. هنا كنجيو بغيتو تقلبوها قلبوها، بغيتو تخليوها هكا خليوها، اون توكا هي ما غاديش يعني ما غاديش يبان ليها هذا ديالها الوجه ديالها حيت غادي نغطيوها بلا كاماش بحال هكا. دونك هنا كنغطيوها، يا اما غترولها بحال هكا قلت لكم، يا اما غتقلبوا وغتروليوها بحال هكا كما عجبكم، يعني هكا ولا هكا راه بحال بحال. انا غنخليها على الجهه الاخرى صافي، وكنعاود كنروليها ونخليها تبرد مزيان. لا ثلاجه لا حتى شي حاجه، تبرد غير في لا تمبيراتور ديال الامبيون صافي. نخليوها تبرد شويه ونكملوا الوصفه ديالنا. دونك انا البنات درت 240 ديال لا كريم، نتوما ديروا غير 200 فقط. غادي باردون غادي نأسغي لو فوي ديالي، انا ما غنديرش فيها شوكو باردون لو سكر حيت الشوكولا عندي شويه سكري دونك ما نحتاج. بالنسبه لا كريم شونتيي راه كنديروا ليها 1 مينوت ولا 1 مينوت 30 على فيتاس 3. بالنسبه لهادي انا ما بغيتهاش اون شونتيي كيفير، بغيتها غير اون كريم فويتي يعني طالعه شي شويه وصافي. دونك غندير لها 1 مينوت على فيتاس 3. دونك فوالا البنات قبل ما تسالي ليا 1 مينوت غادي نطلع على لا كريم ديالي نشوفها. فوالا ها هي دي، شفتوا شحال زوينه. بالنسبه للبنات اللي تيقول لك راه لا كريم فريش ما كطلعش ليا في ثيرموميكس، فوالا بروف ها هي ميم با 1 مينوت، ها هي سي اون كريم فويتي هذه. تقدروا تزيدوا ليها تكملوا ليها واحد شويه تولي اون كريم شونتي، انا ما بغيتهاش شونتي بغيتها بحال هكا. وكيف كتشوفوا البنات لا كناش ديالي هي هادي لا كريم، فغادي نخلطها. انا ما بغيتهاش قلت لكم البنات اون كريم شونتي، علاش؟ حيت عاد غادي نطلعها من بعد. صافي البنات غادي نخلطو بحال هكا ونخليوها تبرد شي شويه. كتشوفوا البنات لابيش ديالنا ها هي من بعد ما بردات، لا كاناش ها هي، انا طلعتها في الثيرموميكس بحال اللي كتعرفوا دائما كنانسيغيو لو فوي بحال اللي درنا في لا تارت او فريز. وعندنا هنايا لو سيرو دانبيباج، غنخليو لكم المقدار ديالو بالضبط يعني لي زانكغيديون اكزاكت ديال السكر والماء والفاني. عندنا هنا شويه ديال الشوكولا، انا درت هذا. عندنا الفويتين صافي، هذا ما كان. دونك بالنسبه لا فينيسيون سهله، تناخذوا شويه ديال لا كاناج وتنطلقوها هنا. بالنسبه للسيرو ديال سيرو دانبيباج انتم غتشوفوا كيفاش غادي نستعملوا. نحاولوا نديروا القياس عاد باش نبداو نطلقوا. بالنسبة
بالنسبه لهاد لا جينواز هاد لا روسيت البنات خذوها كوم من باز لحقاش ناجحه ناجحه مليون في المية. وهداك الزيت اللي زدت ليها تعطيها ان مويلو واخا يعني كميه صغيره ولكن راه حتى يدير الفرق في اللوغو. والماء علاش نديرو واحد 30 غرام ديال الماء باش ما كتهرش لينا لا جينواز اولا البسكويت ديالنا نيكونو تنديرو ليه الغولاج. راه ساهله يعني ولا غاناش حتى هي ناجحه بزاف. الجناب ما تردوش يعني بالكم مع الجناب وحقاش كلشي تيتصلح. فوالا دونك هنا شنو غندير غناخذ شويه ديال هادو لي فريرو وغادي نحاول نطلقهم هنا. هما راكم عارفين تيكون فيهم الشوكولا لداخل و نحيد هادو نديرو غير شويه ماشي بزاف. نقدوهم باش يجيونا في التقطاع. غادي نزيد واقيلا هادوك الجويجات. انا البنات ست هادوك الجويجات كنحاولو ندخلو هاد لي شوكولا باش يقطو في لاكاناش مزيان باش مي صافي. و تنبداو نديرو ان غولاج. بالنسبه للبنات هاد شوفوا شحال تجي رطبه فلذلك تنخليوها حتى كنبغيو نروليوها عاد تنبداو نديرو ليها لو سيرو ديالها باش ما تقطعش. ساهله وزوينه بزاف. من ديروش بزاف ديجا هي الي تري تري مويلوز غير باش كان تقدروا كاع تخليوها بلا سيرو ماشي مشكل غير انا تتعجبني تكون هكا مسقيه. نجيبو شي حاجه باش كنزيروها. نحطوها في الثلاجه عاد باش نقطعوها. نحطها في الثلاجه غير تشد شويه راسها. ندخلها الثلاجه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه عاد نكملوا لها لا فينيس. نكملوا البنات بالنسبه للابيش ديالنا خليوها تبرد عافاكم شويه. انا راه ما خليتهاش تبرد حيت مزروبه كوم دابيتود دائما مزروبه دونك كنحاولوا نديروا لها اون فين كوش دو غاناش من الفوق ماشي بزاف. الا غاناش راه الي سون سكر يعني ما تخافوش منه. بغيت نكمل معكم لا غاناش هكا ما بغيتش نحط لكم لا فينيسيون اون في زعما غير اون فيديو. بغيتكم تشوفوا الطريقه ديالي في لا فينيسيون ديال لي بوش. ف هكا نزيد واحد شويه هنا من تحت لا كان ناقصنا. هذا سي بون. دونك هنا شنو غنديروا غناخذوا بابي كويسون بحال هكا كنجيو كنحطو
وكنجرب. شتي البنات بلا ما تبقاو تصدعوا راسكم مع لا سباتول وهذا دونك بابي كويسون جره وحده صافي. بغيت كاع تفيني وحده مع الجناب راه تتفينا بابي كويسون اللي مانيفيك في لي فينيسيون. فوالا هنا شنو غندير؟ عندي هنا الفويتي نزيد فيه شويه ديال سانتيون دوري باش يعطيني شويه ديال لابريونس. هذا سي تان سانتيون اليمونتير لي ما بغاش يديرو ما يديروش وانا غير باش يعطيني واحد لابريونس لي بيش. فوالا بركه صافي تنجي وتنحط هنا شكرا. هذيك لو سانتيون تي يعني تي عطاك كاع لا ديفيرونس يدير اون تري غران ديفيرونس ف صافي. كنشوف معاها على بحال هكا حتى كنساليو. بالنسبة لي كوتي راه كنحطو غير هكا وتنهزو تنهزو هكا تنديرو هكا راه تيلصق شتو. يعني خص الواحد يخدم بطريقه بسيطه لا ما يعقد الامور. صافي انا البنات غادي نكملها نتلاقاو ان شاء الله في التقديم. فوالا البنات هذه هي لابيش ديالنا كيف كتشوفوا وكتجي غزاله وسهله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا زوقتها كيبان لكم غير بالفويتين دوري درت فيها لي شوكولا وهكا تجينا من الداخل راه تجي مويلوز وتجي غزاله. تجربوها ان شاء الله. حنا ما نقولوش نحتفلوا براس السنه فقط يعني باش نديروا كيف تنقولوا باش نشجعوا حتى حنا الناس يبقاو يديروا كلشي في ديورهم بصحه وراحه.